فايقين هذه الماتينال متاع اي اف ام معكم حاتم بالحاج ومعايا نجيب الدزيري وخالد العبيدي برك. تحية المراد البارح حصلت عليه سبا قاعد يرجع بشويه بشويه، نوجه له تحيه ونقول له نحن معاك. نيفال تشد في خدمه كي العاده، مازالوا يصوروا في فندق دونك قعدوا اللقطات يكملوا يصوروهم باش يلحقوا الجزائر ولا في تونس. ما نعيم في نباته يخرج الخمسة يمشي للجزائر، الستة يرجع لتونس، السبعة يكمل يصور، الثمانية يحل المنصة ويسايق المنصة. وين المنصة؟ باش نحكي ريت رمضان كيفاش رمضان ناكلوا بعضنا بعض منصتي منصتك بعض. صباح الخير، صباح الخير حاتم. قلت لك صباح الخير. ليه انا قاعد نقول لك صباح الخير حاتم، صباح الخير نجيب، صباح الخير المستمعين الكل. في موضوع المنصه كنت حاب نحكي في موضوع المنصه بعد في بوانتيك باش نحكيو كيفاش نتفليكس يخموا يوليو ان سيت جراتوي في العوام الجايه، على خاطر ديجا في اخر تريميست نتاع 2022 باش يوليو عندهم دي كونت باقل سوم اما بالببليسيتي كيما يوتيوب، على خاطر يلقاو انه في الاشهر الاخرانيه انخفاض حاد ومتواصل العدد المشتركين، معناها العباد ما عادش حتى في العالم الكل ماشي المنصات وقت اللي معناها كليتونا روسنا بالحديث على المنصات والأوبليغاسيون وإجباريات المرور إلى المنصات ودرا شنو، العالم قال لكم عمل بكم فيرجول، معناها أنتم الإعلاميين التوانسة وصناع الدراما في تونس، فينالمون المنصات ما نجمش تكون ماشي، فينالمون ما نجمش تكون الحل ولا إكزاكتومون، على خاطر شوف نجم تلقى حل مش المنصة مش حل، نجم تلقى حل لسيت بيرات نجمش خاطر اسمهم سيت بيرات، دونك طونك فما دي سيت بيرات طونك المنصات ما إلها الاندثار. نجيب بونجور. صباح الخير حاتم، صباح الخير لك بكل، صباح الخير تونس، يا ربي العمل عليك والشدة فيك ان شاء الله نعديو ساعتين بهي ان شاء الله، ان شاء الله ما يصيرش كيما البارح صار. شكون يحب انت ليك بتاعك انت تحب تقول شبيبة عليه شبيبة شبيبة القيروانية طبعا، انت ما تحبش تقول عرفنيك نحن اليوم 50 مرة اليوم بالحق اليوم أنا فوميو نبادير نتابعنا جماعي. جاء وقت الانفو ترافيك، عندك فلام في الانفو ترافيك؟ عندك باراشوت؟ عندك فلام باراشوت؟ لا ملا الانفو ترافيك مع ألف 10 الدخول مجاني et inscription sur jo.tn. فقت ولا مازلت؟ صحصح وفيق وابدا نهارك مع اقوى ماتينال فايقين مع نضال، فايقين مع ماتينال اي اف ام. نحن مع بعضنا حتى لل 9:30 هكاك 9 قبل شويه باهي. نبداو الاخبار، لكن بالحق قبل ما نبداو نحكيو على الحدث الهام، رانا هنا نحن ما كناش في الستاد وخذينا معناها برشا ديفيرسيون، وحتى الصحفيين متاعنا معناها اللي عاشوا قالك حاجة معناها تنظر بكل خطر. الجانب الرياضي يمكن ما يهمناش برشا في الحكاية ذي، ما تلعب تلعبش تأجل، يمكن بون برشا يقولوا أول مرة، لكن مش أول مرة برامام معناها عند الحكاية يمكن عند 50 سنة مصر من السنوات 70 برامام. دونك بماذا ينظر هذا الكل؟ نمشيو للاخبار 24 كرونو. باهي الحدث الكل العبد الكل البارح، وداير حتى على راهو على لي ريزو سوسيو، ما ريتش برشا تفادليك باللي صار، معناها تو كي تقول حكايه بالقاسم وعمني وقلت عمني البارح العبد الكل تفادلك خاطر باللي فما خطورة، لكن بعد ساعات راهو يلزمنا نفهموا اللي المجتمع إلا بزوان دون سوباب باش يديجاجي بها، سواء في مجتمعات الكل من أول التاريخ لا سوباب اللي ديجاجي حاجة هكا اللي خايب ولا حاجة جاثمة عليك وعلى نفسيتك في المجتمع، الضحك هو من أحسن الوسائل معناها بوغ. أما امبارح معناها حسينا كمجتمع ما يشبهناش شيء هذاك، اما موجود فينا معناها ديما عندنا نوعا ما الانكار،
هذاك اللي نحكي عليه. حتى البارح وقت حكينا على الشعوذة وعلى الاغتصاب الشرعي هذايا اللي معناه يشرع له هو السيد ودخلت البارح يا صحابي عالم اخر كان عايش فيه وبالحق. اما بالقسم البارح فما برشا بالقسمات خاطر كي ترى سكيل بارتاج وطريقه اللي يحكي مع العبيد فما برشا عبيد كيف وقيد زاده باش هل الفيسبوك فما برشا عبيد معناها يصرحوا مباشره وبدون حتى حشمه وحتى حتى بكل قل تحية انهم ماذا بيهم راهو هما في بلاصة بلقاسم مش نبداو متفاهمين معناها لا بيرفيرسيتي في تونس وصلت للدرجة هذيك. يقول لك صح عليه يقول لك مصاب جيت في بلاصته وإيلو ديكلار معناها كونت فيسبوك بالاسم واللقب بالعنوان باللي تحب انت الكل يقول لك انا ماذا بيا راني في بلاصة بلقاسم وصح عليه معناها عندنا نعيشوا في نوعا من الانكار معناها المشاكل نتاعنا ديما نغطيو عليها. عرفت فما مثل في فرنسا يقول لك ميتغ لا بوسيغ سو لو تابي معناها ديما نكنسو كي تتكدس هكا في عوضك اللي هاي نجيبو شكاره ونلموها ونطيشوها لبرا ونحكيه هو اللي يخلي شكاره ويحطها تحت الواحد. نبداو بالهوند نعرف شكون عنده فيرسيون هكا قريبه فيرسيون للاحداث حسب ما قريت ديجا الحمد لله على سلامة العبيد الكل بما فيهم الزملاء الصحفيين اللي كانوا حاضرين البارح في الماتش بما فيهم الوليدات الصغار اللي كانوا حاضرين ممكن راهو فما ديزيكيب معناها نعرف فما صغار من ديزيكيب جونيور من ديزيكيب كادي يحبوا يتفرجوا في ليزيدول بتاعهم. البارح كان البلاتو الأحلى والأقوى في كرة اليد التونسية اللي بيان ريبوتي في العالم معناها احنا بلاد متاع هوند معروفة في العالم نورمال مول فينال متاع احنا كما الأمريك لاتين في الفوت كما مثلا تقول لوروغواي الباراغواي في الفوت تقول تونس في الهوند اكزاكتومون معناها تنجم تفيش تنجم تاخذ دومي فينال. دونك البارح نحكيو على واحد من البارتيات القوية في الكالندري انترناسيونال مش حتى في على مستوى وطني. عندنا برشا مارينيه جماهير نتاع زوج جمعيات في فرد ساله ولا فرد ملعب اخر مره كيف ذولي دربي الفوت سؤال علاش في الفوت ما خليوش الجماهير زوج تدخل انا قلت اخر مره تلعب معناها الفينال نتاع الكوب فوت يدخلوا زوج جماهير يسون اوبليجي على خاطر تيران نوتر خاطر رادس البارح معتبر قاعه نوتر ما ليه تابعة ليه الترجي تستقبل ليه النادي الافريقي تستقبل دونك انت مجبور باش تدخل الزوج جمعيات داكو معناها ذاك الفرق خاطر في الفوت فما واحد يستقبل فما واحد يستقبل في كل بارتي. شكرا على المعلومة. البارح نعود نقول الحمد لله على سلامة الناس الكل اللي خرجت حية هي الجملة نحكيو بالحق. البارح اللي صار كان معناها بدينا نهار بالحديث على صحفية استشهدت برصاص الكيان الصهيوني. البارح كنا نجمو نحكيو على ولاد صغار يموتوا في ولاد صغير داير تضرب ولاد صغير تضرب البارح خرجت اخبار نتاع موتو ويمكن البارح الاخبار اللي خرج على موتو هو اللي هدى اللعب راهو العبيد تفاجعت وتخضر وروحت للدار. نجيب معناها العنف الملاعب يمكن ولينا عملنا تطبيع مع العنف الملاعب وهذية معناها كي تصير هكا حق ونحن ماهيش احداث الهيس الوقت صارت في عام 80 معناها كي يقول لك هكا ما تتفاجئش. المجتمع عمل تطبيع مع العنف جينيرال المشكل في الملاعب والعنف جينيرال هو المظاهر اللي نشوف فيها في الملاعب لانه اقرب للواقع. انا باش نقول لهنا فما تقصير ويلزم فما تحقيق ولجنه حقيقيه مش هيك اللي جينا المساسين بهم. الفلامات كيفاش دخلوا للاستاد وانت ما نجمش تدخل بريكيه ما نجمش تدخل ابو سمير انت ما نبداو المشكله كيفاش هي يا هل ترى بفعل فعل يحبوا تمشي الكارثه كيما صار في مصر بين بورسعيد معناتها في بالك البارح قضى ربي والطف وتكون مجزره حقيقيه معناتها قضى ربي والطف لهنا ما المسؤول على ذلك. وزاده باش نعطيه كل حق نحقه يعطيه الصحه ولي بن عروس عز الدين شلبي كي خذا في التوقيت المناسب ايقاف المباراه بعد ما تشاور مع وزير الشباب والرياضه في التوقيت المناسب قال اخويا فك علينا الارواح ابجل من الماتش لانه ما عنده حقنا نحن كمواطنين باش نراو ماتش باهي. حتى من السؤال يطرح نفسه
علاش ليكيبات بتاعنا كي تشري جوائرات مئات الملايين وتوصل المليارديرات ما ينظموش الجمهور بتاعهم؟ علاش علاش مثل لو كلوب ولا لاسبيرونس ولا سوسا عندها برشا جروبات بتاع واحد، علاش ما يكونش الجمعيه هي كي تشري جوائر تصرف زاد تصرف على الجمهور، تشرف على الجمهور. شوف انت في المغرب واحد يحكم في في, في الفيراج الكل، علاش نحن جمهورنا؟ وهذا دور ليكيب زاد اخي، انت ليكيب عندك دور ثقافي، دور اجتماعي، دور ترفيهي، ما عند انت زاد هذه كي تدفع في فلوس. كلمه صحيح، خاطر انت حكيت على علاش البارتي نتاع البارح زوج جماهير، راهو في العشر سنين الاخرانيين شفنا مباريات بجمهور بركة وجروبات تعرفوا في بعضهم معناتها يلزم زاد لهنا ليكيب سيرتو الكبار تولي كيبات الجهوية هاني معروفة من الكيبات الكبار، زاد يلزم تستثمر وتدفع فلوس. راي فما برشا كيبات كان عندهم دي أوليغان، أوليغان ما تنجمش تحكي معاهم يعني حتى تتفكر وقت البيزي سكروا بارتي كاملة مستاد قال كذيك متاع الفيراج هذا يشدوا الريقلة يا معشا تخلص زادة مش ما نعطوش نكمل مش ما نعطوش زادة نرجع نحن مزيلة الحكاية الجمهور الحق الكل زادة كيما فما فما فانجلترا شكون جماهير يبقوا بالعام وبالثين ما يدخلوش للصطاد. معناتها علاش نحن في تونس تشد شوي جمهور لانه ضرب الحجر ولا عمل شوي شغاب طابت المحمد البطاطا يظل الصلب الموضوع هو من سمح ولا من كيفاش تخلف لا كيفاش تخلف لا اهم سؤال يا مسؤول يا لا 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 هذيك ديما ديما هذه جمهور غلط شنو تو جمهور غلط الجمهور مش مجموعه من الاشخاص لا لا يلزمها هذه قاعد الجمهور ما يغلطش لا لا مش كي والله ما يغلطش الجمهور تنجم تنجم معناها تحتوي الجمهور استنى عن عن سمحنا اهلا بيك سلمى هلال صباح الخير مرحبا بكم الاكسبريس نو يا فيم اكسبريس اه اكسبريس الاورجي تحب قهوه حتوما مخي في القهوه ونكلم فيه قول لي لي الاورجي سلمى اخبار 7:30 من اثنين للجمعه احنا فايقين وانتوما فايقين في اقوى ماتينال فايقين مع نضال فايقين ماتينال اي اف ام الحوار قصينا عليه في طنبك في طنبك خرج مش خرجك دو مينوت مش خرجك دو مينوت يوما في 10 دقائق 3 6 دقائق دو مينوت خرج بساعة قبل ما نمشي ونكمل ونحكيه على الهونت بول جاي وقت اللي باش نحكي لكم فيه على جاتا سيرونس. جاتا سيرونس حابة تدلل الحرفاء اللي ما عملوش دي زاكسي دان فوتي في المدة 5 سنين والأكثر وتهدي لهم كارت كاربيرون أجيليس بقيمة 500 دينار. ما لتبعونا بعد أخبار الرياضة كما زيت فما رياضة باش نتعرفوا على سعيدة ولا سعيد الحظ اللي باش يربح مع جاتا سيرونس اليوم. باهي نحن نحكيه في الخوضة اللي صارت البارح انديبوندامون شكون بدي شكون النتيجة الصورة التي تسوق عن بلدنا فينال متاع هونت عن 3 أيام قبل أونس أونس جبر واللي عاديه في انفو سبور يوميا معناها الماتش الاولاني اما الماتش اللي لعبته البارح ترشح الويتين في انفو سبور معناها درابو تونس وبعد تقول والله البلاد هذه تخرج في الابطال هيا برا نحكي على اي واحد معناها اللي يعيش خارج الحدود بتاعنا قول برا تفرج في الهوند بتاعهم عندهم اكيب باهي نحط نتفرج في الفينال لا كانتيسونس عرفتك ال حتى ما نجلدوش الذات برشا تصير فئة الدول وفئة الرياضة هذه يا نجيب يا نجيب ما نجلدوش ذواتنا برشا نجيب تصير في احسن العائلات وكل منطقة هذاك تغطي به هذاك الانكار اللي نحكي عليه نحن عندنا مشكلة يوفي جوفنتوس انتر فينال كاس ايطاليا اليوفي لازم تمنع سيزون تاعها خاطر عدد سيزون خايبه ياسر والانتر كيف كيف شامبيون بعدت عليها مش الميلان دونك لازم تزتيت البارتي واحد بلاش واحد واحد اثنين واحد اثنين اثنين برولونغاسيون طوفا 4-2 السلام عليكم مبروك عليك وروحوا لديارهم ايطاليا اللي الجماهير نتاعها تقرب معناها المونتاليتي نتاعها تقرب ياسر المونتاليتي نتاعنا مهما كان الشغب نتاعك انت ومهما كان العنف نتاعك ومهما كان
ما يوصلش للعنف نتاع الهوليغانس نتاع انا كامل الجمله عاد ما يوصلش للعنف نتاع ريت العنف هذا عنف ما تمكش تسمع ديجا ما دام قصت عليك وسط الجمله اساسا ماكش قاعد تسمع فيه فاش قاعد نقول عود جيب فلان فوالا سي فري باراشوت والله تضرب فلان اول مره نسمع به فلان باراشوت ما تنجمش توصل للعنف نتاع الهوليغانس نتاع انجلتير اي بورتون قضاو عليه البارح تقول لي انت اوكي فما مشكلة أمنية البارح الدولة وقفت على ليماج الصورة متاع فشلها التام فشل في تكوين مع شبابها فشل مع مسيريها على خاطر أي زادة المسيرين واللي كابتن تاع لي دو زيكيب مسؤولين على اللي صار البارح وفشل أمني فشل أمني تقول لي علاش دخلوا الفلامات عندك حق اما البارح بوليسي مثلا بوليسي مرتشي خليك تدخل كلاشينكوف تدخل كلاشينكوف وتضرب على الجمهور اللي مقابلك الجمهور اللي دخل البارح واللي قاعدين نشوفوا فيه منذ سنوات هو كالجمهور اللي كثر لها مش ما نقولش حاجه اخرى واللي عيفنا في الستادات وعيفنا في السالات وخلى البارون تاو ما ينجمش يهز روحه ويهز ولده ويمشي للسالة اللي خلى الجون ما عادش يخمم يمشي للاستاد للسالة ويقول لك السماح عبيد تاو تقول لك يزي منها الكورة فدينا وكرهتونا فيها ها ومعناها وصلتوا اللي تحبوا عليه البارح نعرفوا اللي مش يصير هكا من قبل الماتش برش عبيد وتقول لي الحاكم خليه علاش الحاكم دخلهم علاش الحاكم خليهم يدخلوا الفلامات البارح اللي باراشوت من قبل ما يدخلوا للسالة راه اي لكن من قبل ما يدخلوا للسالة فما مدير عام للأمن العمومي صرح حاجتين معناها مهمة برشا التصريح الاول قالك نحن قبل بنهارين مشطناها معناها خاطر فما اللي يخبي واللي تركن وراه اسمع ما يزينا من اللغه الخشبيه فما برشا مسؤولين هم معروفين في جمعيتهم يدخلوا الفلام للجمهور مسؤولين كبار انا نعرف انا كنت قريب ياسر من عالم الرياضه كنت معناها رئيس تحرير في قناه افق ونعرف الكواليس كان فما مسؤولين معروفين التوى فما زالوا منهم التوى في فرق كبيره هو اللي دخل لك الفلام في اخر دقيقه تبدا هكا يتخلط لك الفلام معناها مش ديما الامن معناها انا ما ظهر لي الامن الحق معناها قداش باش تدفع رشوه باش تعدي لازم تدفع رشوه باش تعدي فلام في تونس كل شيء تنجم تدفع كل شيء معناتها لانه هذه هي الوضعيه يلزم التسائل يعني قبل ما يدخلوا الاستاد قبل ما يدخلوا الاستاد نقول ديمقراطي وخلنا نتكلم بلا عنف بلا عنف قبل كيف نوقف الميسيون اول ويلي بن عروس تنطلب ويلي بن عروس نوقفوا الميسيون راهو سي شلبي اول حاجه يونس شلبي هو لا لا عز الدين شلبي وي هذا برجله غصصني هاي تفسو ليه 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 ارجع لي انا ليه نجيب بالخط نجيب هاي اول حاجه كيفاش دخلت الفلام ويلزم تحقيق حقيقي ومبين شكون هذه البدايه نتاع اللجنه هذه اول نقطه اول نقطه يلزم نعرف كيفاش الفلام دخلت من قبل من بعد كم من قبل نعرف شكون دخلها من قبل كم من بعد نعرف شكون دخلها من بعد فما كاميرات وفما كذا والامن في الامور هذه نتصوروا ينجم يجيب نتيجه والفرق المختصر نجم يجيب نتيجه كيفاش دخل الفلام اول خطوه نتمنى انها تكون جمهور وحاجه عاديه ماهيش حاجه بتاع مدبره فهمني اللي زرع البلبله في البلاد نتمناها انا زاد انت الامن بجاه ربي الناس باش تتقتل في بعضها وتقريب بعد بدرجي لما الرجل طاح وقالوا مات باش تدخل الامن هي شنو هذوكم العباد كيفاش باش تعملوا مع بعضهم ثالث حاجه حاد ولهنا الجوارات انت سبورتيف تو كيما قال مراد حسين مدير عام الامن العمومي شي جوارات هي تبدا بالضرب في بعضها ما الجمهور شري طلب منه هذا التصريح قلنا نقطتين حكينا الاولى الثانيه زاد نذكروا العبيد مدير العام الامن العمومي قال العنف بين اللاعبين اجج الاوضاع ما قالش هو انطلقت الاوضاع اجج زاد قوي إيه من المفروض هما الجوارات والمسؤولين يهدوا الامور ما عندها موش تزيد الحاجه الرابعه الجوار بتاع الهوند الموقوف على خلفية عركة مع بوليس والحد الآن موقوف بدون 48 ساعة ديكا. الجمهور باش تلقيه سخون أنا حتى حكيتها البارح جيني جمهور النادي الإفريقي وقال لي نجيب يحكيوا عليها في الراديوون لأنه هذا جوار من ركائز النادي الإفريقي عدم الحكم في قضية
عمر عمر العبيدي لهنا ما وزاد هذا الكل كاية مجموعة البارح كدعينا فما شكون نبر كي قلت يلزم فما نرجعوا الثقة انت يا نقابة أمنية ويا أمن ما فيها بس تتنزل شوية خلي يولي فما معناتها فايف يا ما بين الجمهور وما بين الأمن معناتها مش أنا زادة مشي الاستاد معناتها مش ندفع على جمعيتي مش ندفع على جمعيتي من عديد الأشياء المحاطة بها انت من عمر البارح كان سمعت واحد يقول لك هاو يضربونا نحن كجمهور الجمعيه الفلانيه وما ضربوا الجمهور الجمعيه الفلانيه معناه فما تشكيك في مسار فما تشكيك في كل شيء ولهذا اللي صار البارح كان ينجم يصير لانه هي حاله غليان كليه في البلاد كامله في البلاد كامله تغلي بلاد كامله تغلي باش نمشي ولل البارح ويلي بن عروس حول احداث الدربي يقول لن تمروا لن تمروا يقول زاد لمن يريدون اشعال نار الفتنه لن تمروا لن تمروا خالد بكل معناها بكل العبيد تجرد العبيد الكل قاعده تصف في بعضها العبيد الكل تخون في بعضها العبيد الكل تتهم في بعضها معناها تولينا عنا كيفاش هما قبل كانوا البلديه والريفيين هذا في السنوات درا قديش بعدش تعدينا مرحله نحن بعد الثوره انت ازلام وانت ثوري وقبلها تعدينا جهات وقبلها ما بين جهات اي بليه بين جهات هذيك معناها ما نعرفش انا يقولوا بورقيبه نحل الجهويه ما فينا الماء الكوره هي الجهويه نحن اللي خليه معناها ما خدمناش على العمق معناها على قبول الاخر معناها بكل صراحه فما فنانين سوقوا من السبعينات اللي قلت لك وها هي ها هو هو وكل الفن الهابط الناس اللي يضحكك في دو سكوند ما يزرع لك في مخك بذره بتاع هوية بتاع تحس روحك انت هذاك خاطر يتكلم هكاك بيه وعليه ذاك خاطر يلبس هكاك بيه وعليه هذاك الكل رانا ريتك التراكمات وانت بتكلم ثقافة كاملة هي ثقافة تكلم انت يقول وقتها شنو هذا ما تفهمش والابداع وكل شيء هاو النتيجة مش هو بارك مش نحكي على معناها اون ابروش جلوبال معناها الحجرة راهي خايبة فما دراسة اللي تعاملت سوسيولوجيك على الأحياء الكبارية كل شيء 72% من شبابنا عنده أزمة نفسية هل لقينا لهم الحل؟ مسؤولية الجميع راهو من مسؤولية الدولة والمواطنين اللي صار البارح هو هذا بدينا بليد لتسونامي على بداية 70 سنة راهو لتسونامي بداونا شباب يرجعوا في وجوهنا على تصريح ولي بن عروس حاتم ولين يقول لك لن تمروا لن تمروا لن تمروا وهذه نار الفتنة اللي حبوا يزرعها بين الشعب التونسي أنا مع سيد الوالي في الموقف هذا لأنه دخول الفلام وهذه الفلام مش نستفهم فلام باراشوت معناتها كي الصاروخ تشبر فيه وين في قاعة مغطى في قاعة مغطات معناتها مش في الصد المسيب مش رادس في الصد المسيب راه قاعة مغطات معناها الغاز تقول في قاعة في كوكوت بتعرف اللاكريموجين ودخلت الفلام هذه تقريبا أول مرة تستعمل تفابوتي تفابوتي باللاكريموجين تقريبا أول مرة تستعمل يا هل ترى معناتها مسألة هكاك صدفة ولا ما استعملوه استعملوه برشا مرات في قاعة مغطاة لا في قاعة مغطاة ما استعملوه استعملوه برشا مرات البارح راهو نعاود نقول لك راهو بيه تحب نسيسوها نسيسوها تحب تقول اللي صاير في تونس اليوم من أزمة اجتماعية ومن أزمة في الملاعب يشبه برشا اللي صار قبل ما بين 17 ديسمبر و 14 جانفي تحب نقولوا أما ما لازمناش زادة نقعدوا ياسر خاطر يبدو لي إنه احنا توا عنا شوف في 2010 لجينيال بتاع معز بن غربية ضحكوا على خسارة الترجي 5 كونتر مازيمبي ضحكوا على خسارة الكلوب على خسارة ليتوال إسفيقس في وبعد في أول ما بديت لباس سكيتشويت تعملت على جمعيات عشنا عام ونص بهين وعلى العبيد تتفرج وجماهير رياضية تتفرج وقابلة فجأة بمرور السنوات وليت فما اجبد على الناس الكل في تونس تشد ميكرو كاميرا تنجم تنتقد الناس الكل من أبسط مواطن رئيس الجمهورية اللي تحب إلا الجماهير الرياضية نحن نعيش زمن الدكتاتورية تاع الجماهير الرياضية جمع اللي فاتت جاونا لهنا اجبد على الناس الكل جاونا جمع اللي فاتت كان الجمهور بتاع الجمعية رميوا علينا بابي تواليت
ما حبيناش نكبروها. ما هو الجمهور زاد مش لاقي حظه، انت كي جمهور انا يا ولدي ولد حومتك ترمي عليه في ولد حومتك ترمي عليه يا خالدي خالدي انا كي ولد حومتك ترمي عليه في باراشوت مش لاقي حظه. انا كي نمشي للاستاد وتقول لي تعلم عوم، انا كي نمشي للاستاد وامي تتسب، انا كي نمشي للاستاد قبل ما ندخل لتين دوك تضرب ولد حومتك، دوك تضرب ولد حومتك يولد العنف، تضرب ولد حومتك اللي مقابلك باراشوت، العنف يولد العنف. انت يلزمني انا كي نمشي للاستاد دورك انت كان شريت تيكي ومشيت للجامعه وفر الأطور الموضوعية البارح نعطيهم كلاشنكوف يدخلوا بكلاشنكوف يديروا على بعضهم لا 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 ما نحطوش مشاكل الجمهور التنظيم راهو البارح منعنا من كارثة إنسانية شكون دخل الأفلام لا 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 تو انا نقول لك ضربوا بعضهم بالباراشوت قبل ما يدخلوا للسالة ولا هي نسيسوا على الجمهور ولا هي نسيسوا على الجمهور يا اخي الجمهور راهو نحن شكون الجمهور الجمهور من دولة اخرى عايفونا بالواحد بالواحد فما مجموعة من الجماهير في كل جمعية عايفتنا في الاستاد وفي الصالات ليش نبقاو خايفين منهم هذوما؟ هات نرجعوا نمشي مش هذاك الجمهور نمشي ونفوت رفيق ونرجعوا وتنحكيو زاد على حكايه التسيكر خاطر بارامون البارح زاد فما مشكله في التسيكر خاطر فما قبل الفينال بنيت وفما تسيكر زرق ولكن فما انكار داخلي قالت لك لا نحن ما نبيعوش التسيكر الف